السلام عليكم، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير. فيديو جديد ان شاء الله. غنحضروا مع بعضياتنا هاد لاطارت ديال الموس. موس درت موس ديال الخوخ، درت فاكهه ديال الخوخ، كنتمنى انها تعجبكم وتجربوها. علاش لا؟ طريقه سهله. اول حاجه غنبداو هي الجينواز. غنحتاج بيض ديال البيضه وحده، غادي نطلعها مزيان، عاد غادي نضيف الصفر. هنا غندير رشه ديال الملح ومن بعد الفانيلا، وغادي نطلع البيض ديال البيض ديالي مع اضافه السكر كذلك على حسب الذوق ديالكم. بالنسبه لي انا درت تقريبا بجوج معلقات كبار. غادي نطرب حتى يطلع البيض ديالي، من بعد غادي نضيف الصفر ديال البيض، ومن بعد غادي نضيف 30 غرام ديال الدقيق ديالي. ما غاديش ندير الزيت وما غاديش ندير الحليب، غادي نخليها بحال هكاك، راه كتجي زوينه. نخليكم مع التتمه في الفيديو. بالنسبه للجينواز راه كطيب في 10 دقائق لانه ما كبيرش بزاف. دابا غادي ندوزو للطبقه المقرمشه اللي فيها الفويتين. هنا كنحتاج، انا ما صوبتوش هذه المره في الدار، درت هذاك السيجار لقيتو كيتباع، فهو اللي شديتو طحنتو. درت معاه الشوكولات ديال الدهن الابيض، الشوكولا ديال الدهن الابيض اللي كندهنوه في الخبز، هذاك هو اللي استعملت لانه واخا ندخلوه للثلاجه ما كيقصحش لينا. ما ديروش الشوكولاته الابيض العادي، لا، الشوكولاته البيضاء ديال الدهن. الا عندكم العادي يمكن لكم تضيفوا معاه الكريمه، عاد تخلطوه مع الفويتين. صافي، هنا من بعد ما خلطتو مع الفويتين غادي ندير الطبقه ديالي من فوق لا جينواز، ومن بعد غادي ندخلها المجمد حتى تجمد مزيان باش هكا نضيفها على لاموس ديالي. هنا غادي نبداو بالجيلي اللي غادي نصاوب. درت هنا الماء بارد، غادي ندير فيه جوج اوراق ديال الجيلاتين، غادي نخليهم مده ديال 10 دقائق. من بعد غادي ندير نصف كوب ديال السكر زائد كوب ديال الماء، وغنضيف عليهم النكهه ديال الخوخ، وغنحطهم فوق البوطه يعني على نار حتى يوصل لدرجه الغليان، ونحيدهم. ومن بعد غادي نضيف عليهم الاوراق ديال الجيلاتين اللي خليت في الماء، وغادي نضيف كذلك الملون الغذائي، ومن بعد غنخليهم حتى يبردوا بدرجه حراره الغرفه، وغادي نديرهم في المول ديالي، يعني المول اللي غادي ندير ما كيتعداش 16 سنتيمتر، 15 حتى 16 سنتيمتر على حساب الكيك اللي غادي ندير. وغادي نديرهم في الثلاجه حتى يشد ليا هذاك الجيلي، يعني يشد يولي مزيان قاصح. الا كنتو زربانين نديرهم في المجمد، راه دغيا كيبرد ودغيا كيشد راسو. هذا هو المول، غندير نفس المول اللي استعملت فيه الجينواز. من بعد دابا غادي ندوزو لاموس ديالي. هنا درت 250 غرام ديال الكريمه، من بين 250 حتى 300 غرام ديال الكريمه. درت الفانيلا، ومن بعد السكر كذلك، السكر على حسب الذوق. غادي نطربوهم ماشي بزاف حتى تقصح، غير واحد شويه نحسو بها بدات كتشد راسها. صافي، ونحبسو. هنا مازال راه طربتها بزاف. غنحتاج 250 غرام ديال الخوخ معلب، طحنتو مزيان، ومن بعد هنا غادي ناخذ واحد الكميه قليله منه، وغادي نديرها في النار حتى يسخن باش هكا نضيف عليه الجيلاتين. هنا غادي نضيف الكميه البارده ديال الخوخ على الكريمه ديالي اللي طربت، غادي نخلط مزيان حتى يتجانس ليا، ومن بعد غادي نضيف ليه الخوخ اللي نقصت منه وسخنته باش غادي نضيف عليه الجيلاتين هكا باش يذوب ليا داك الجيلاتين ديالي. هنا هذا هو الخوخ اللي نقصت، ضفت عليه شويه ديال الملون برتقالي، يمكن لكم تضيفوا الصفا كذلك،
زدت عليه اوراق الجيلاتين، غادي نذوبو مزيان ومن بعد غادي نضيفو اللاموس ديالي. بالنسبه للون اللي ضفت باش هكا يجيني اللون ديال اللاموس يعطيني شويه ما يبقاش ليا اللون ابيض، غادي نخلط مزيان وغادي ندير في المول ديالي، المول اللي درت 19 سنتيمتر. نخليكم مع تتمه في الفيديو ان شاء الله. من بعد ما درت لاموس ديالي في الاول في المجمد بردات لي شطت راسها غير واحد 20 دقيقه، ضفت عليها الجيلي ديالي فاش برد، ومن بعد ضفت الكميه اللي بقات من لاموس وغنضيف عليها في داك الوقت غادي نضيف الجينواز ديالي حتى تخشى ليا في لاموس، غادي تخشى يطلع ليا هذاك طلع ليا ديك لاموس بين الجناب باش هكا تمسك ليا تشد ليا لا جينواز. ومن بعد غادي ندخلهم المجمد ليله كامله ولا تقدروا تخلوها من 6 سوايع حتى تجمد لكم مزيان هكا باش كتضيفوا الكلاصاج ديالكم وكيبرد لكم دغيا. المهم الطريقه ديال الكلاصاج غادي نشوفوها في الفيديو المقبل.
وهذه هي الوصفة ديال اليوم، كنتمنى تعجبكم، وما تبخلوش عليا بالتعليقات ديالكم واللايكات ديالكم. بالنسبة للطريقة ديال الكلاصاج غادي نديروها في الفيديو المقبل ان شاء الله، باش هكا ما يجيكمش الفيديو طويل. وما تنساوش لايكاتكم وتعليقات، وشكرا لكم بزاف.